البنت دي اللي عندها 7 سنوات بتدرس في كتاب ضخم في الرياضات المتقدمة هيشيلها عمها، ودها المدرسة. لما وصلت المدرسة لقت ان المدرسة بتعلمهم 3 زائد 3، هي زهقت. 3 زائد 3، انا سمعت صح، حقيقي ايه المدرسة دي؟ المدرسة غضبت جدا، خلت الفتاة تقف وسألتها 15 زائد 17 يساوي كام؟ 32. المدرسة وقفت ضحك وبعدين زودت صعوبة الاسئلة، 57 زائد 135 يساوي كام؟ 192. صح فعلا الاستاذة مصدومة، المرة دي زادت الصعوبة مرة تانية. طيب ضرب 57 في 135، البنت ما جاوبتش فورا، لكن الأستاذة استعدت لبداية الدرس في الفصل، يساوي 7695. الأستاذة مش قادرة تصدق، استخدمت الآلة الحاسبة عشان تتأكد الأستاذة مصدومة، قررت إنها تختبر البنت. اختبار في اليوم التاني، ورقة الأستاذة ما خلصتش لسه، البنت بالفعل خلصت الامتحان. الأستاذة مجهزة من بدري، جابت ليها أوراق تانية للاختبار التاني، المرة دي مش مسائل حسابية بسيطة، لكن مسائل حسابية للمرحلة الثانوية. الفتاة بتحل الاختبار بسرعة، دلوقتي الأستاذة صدقت إن البنت دي عبقرية. أتمنى إنك توافق على نقل البنت إلى مدرسة للموهوبين، كمان هنضمن إنها تاخد منحة دراسية كاملة، لكن عمها رفض وقال إن البنت لازم تفضل في المدرسة دي. الأستاذة مستغربة جدا، ليه العم رفض الفرصة دي؟ دخلت على الإنترنت ودورت على اسم العم، واكتشفت إن أم البنت كانت عالمة رياضيات مشهورة، ولكن قبل ما البحث العلمي ينتهي قتلت نفسها. الأستاذة راحت لعمها عشان تفهم الموقف، العم قال لها والد البنت البيولوجي انفصل عن أخته قبل ما تتولد البنت، جدة البنت كل اللي هي عايزاه إنها تخلي أختي تكمل البحث العلمي، ما اتصلتش بيها تاني من وقت ما عرفت إنها حامل، وبعدين كده بقيت أنا اللي مسؤول عنها، هو بيصلح مراكب، في الغالب بياخد البنت في رحلات في البحر على المركب، بالرغم إنها مش عايشة حياة الأغنياء لكنها سعيدة. بعد ما رجعوا البيت، البنت لقيت واحدة واقفة عند الباب، الجدة، طلعت عارفة إن البنت عبقرية، عايزة أرجعها للتدريب، عايزاها تخلص البحث العلمي بتاع أمها، لكن عمها مش موافق، سيب البنت تعيش حياة طبيعية، دي رغبة أختي الأخيرة. الأم والابن غير متفقان، وبسرعة الجدة راحت المحكمة، عايزة تقاتل عشان الوصية. فازت الجدة بحقها بالزيارة في المحكمة. خدت الجدة البنت في أجازة نهاية الأسبوع إلى معهد ماستوشست للتكنولوجيا، فيه أحسن مدارس للرياضيات على مستوى العالم. خدت البنت عشان تشوف أستاذ في الرياضيات عشان يختبر موهبة البنت، حط لها معادلة صعبة جدا، فضلت تبص على السبورة، البنت فضلت كتير ما تتكلمش، الأستاذ مستخفي بيها شوية. كانت الجدة غاضبة جدا واتطلعت البنت خارج الفصل، لكن البنت قالت لجدتها بعدها الموضوع مش إنها مش تعرفش تحلها، المعادلة فيها غلط، كمان حلت المعادلة دي مجموعة كبيرة من الأرقام الضخمة، كل الأرقام دي كتبتها بنت عندها بس 7 سنين. الجمهور كان أستاذ من أعلى مؤسسة في العالم، البنت قصيرة جدا، استعملت سلمة علشان تقدر تكتب، ببطء الأستاذ بقى مذهول لأنه ما كانش متوقع، أهم الألغاز اللي اتعمل إنه يكتبها غلط، البنت تكشفتها، البنت لسه بتحل، البنت عبقرية، لكن العجيب في الموضوع إن عم البنت ما كانش عايزها تدرس، لقاها بتحل مسألة، شالها وخدها بعيد عن الطاولة، وداها الشط عشان يشوفوا غروب الشمس، البنت بتتسلق على عمها زي حيوان الكسلان وهو بيتسلق على الشجر، في الوقت ده البنت مش هتبقى البنت العبقرية نفسها، لكن هتبقى بنت عادية مبسوطة، ده اللي توقعه بالظبط عمها، لأن أم البنت كانت عبقرية هي كمان، لكنها انهارت تحت ضغط أمها القوي وخلتها تنتحر، مش عايز البنت تعيش نفس مأساة أمها، عشان كده خدت البنت وربتها لوحدها، راجل أعزب مع بنت صغيرة، ودي كانت النكتة. في مرة في نهاية الأسبوع البنت رجعت بدري البيت وشافت الأستاذة وعمها مع بعض، لكن الأستاذة هربت بسرعة، عمها كان خجول وغاضب وداس على ألعاب اليوجو تاني، انفجر في الغضب، أنا مش قادر أعيش حياتي براحتي. البنت سمعت كلام عمها ورجعت غرفتها من غير كلام، العم عرف إن اللي قاله ده كان غلط جدا، دخل الغرفة عشان يعتذر للبنت، لكن البنت حزينة جدا بسبب الكلام اللي قاله عمها، لكن عمها قال لها الموضوع شبه لما قلتيلي انا ما اشتريتلكيش بيانو، فانا اسوأ عم في العالم، هل ده كان من قلبك فعلا؟ اكتر مكان يستحق الدراسة اما تعامل اطفالك بالمساواة، ساعتها طفلك هيعاملك بمنتهى الحب. بعد ما الجدة اكتشفت ان البنت عبقرية كملت في انها تاخد حضانة البنت بالمحكمة، رتبت المحكمة ميعاد لتقييم البنت، سألت المحققة أسئلة كتير، البنت زهقت، قالت للمحققة عمي إنسان طيب وهي عايزة تعيش معاه على طول، المحققة سألتها ليه؟ البنت قالت لها لأنه بيحبني من غير ما أكون ذكية، البنت كانت واضحة جدا في إن عمها بيحبها وإن جدتها بتحب عبقريتها بس، في المحكمة علشان تاخد حضانة البنت دورت على أبو البنت البيولوجي، الراجل ده عمره ما شاف بنته، عايز يدي الجدة حضانة البنت، لكن لحسن الحظ المحامين في المجال ده محترفين جدا، ثبت القاضي إن الأب ما تحملش مسؤولية البنت تماما وملوش أهلية إنه يعين الحضانة لأي حد.
بعد ما رجعوا البيت العم مش خايف وحكى للبنت اللي باباها الحقيقي ظهر النهارده. البنت حزينه جدا مش قادره تفهم ليه ابوها الحقيقي مش عايز يشوفها. العم كان ساكت، هو والبنت راحوا المستشفى واستنوا كتير هناك لحد ما جه الليل. خرج شخص من غرفه الولاده انه ولد. في الوقت ده العم قال للبنت يوم ما اتولدت كلنا كنا مبسوطين زي كده. البنت ضحكت، البنت راحت واحتفلت معهم. ده هو حب العم، بالرغم انه ما عندوش فلوس بس على استعداد انه يعمل اي حاجه علشان يساعدها. بغض النظر عن اي شيء هو هيفضل يحبها للابد ويديها دفء وحنان الاسره. لكن الجده لسه ما استسلمتش. عشان تاخد البنت العبقريه رفعت دعوه قضائيه للمره الثالثه بتحارب عشان تاخد الحضانه. واصبح في فجوه بين الام وابنها بيتداولوا نظرات الكره لبعض. سلم المحامي شهاده المستشفى للمحكمه ان الام خلت بنتها تنتحر. ما شافتش حفيدتها تماما بعد وفاة بنتها، ليه بتحارب دلوقتي على حضانة البنت؟ محامي البنت قال انت فقير وما عندكش دخل، ازاي هتوفر ليها حياة افضل؟ وبعدين اقترب شوية بشوية وقال ان العم خلى البنت تتعلم في المكان الرديء ده، وانه كان غيران من موهبة اخته وسمعتها للانتقام منها، وانه عايز يدفن موهبة البنت ويقضي على مستقبلها. في النهاية المحامي قال قول لنا لو انت لسه الواصي على البنت هل ده هيبقى الافضل ليها؟ العم بهدوء قال لكن بيشوف البنت بتلعب بالليل. اتنهد العم. في الواقع دلوقتي بدأ الشك انه عايز بس يعمل بوصية اخته الاخيرة انه يسيب البنت تعيش حياة طبيعية وسعيدة، ولكن ده الافضل فعلا. في الوقت ده جه المحامي لاقناعه ان الجدة مستعدة انها تاخد خطوة لورا، مش هتقدر تربي البنت، لكن العم لسه بيسلم البنت لعائلة مضيفة ليها ظروف افضل. العم فكر لمدة طويلة وقرر يزور العائلة المضيفة. حمام السباحة، الغرفة كان فيها البيانو اللي البنت كانت بتحلم بيه اللي ما قدرش انه يشتري لها. العم بيفكر، جاب البنت ليهم. البنت بكت بشدة، انا عايز اعيش معاك. العم مشي وهو حزين. بعد فترة قريبة راح لزيارة البنت، لكن اكتشف ان البنت مش موافقة انها تشوفه. العم حزين جدا، لكن في نفس اليوم عرف فجأة ان القطة اللي بعينه واحدة ارسلوها الى الموت الرحيم. راح للمستشفى وهو غاضب، كان عارف ان جدة البنت عندها حساسية من شعر القطط. عرف ساعتها ان الجدع لسه مع البنت. عالم راح بسرعة، الجدة لقت مدرس وبدأت في خطة لتطوير عبقرية البنت. العم غضب جدا ورمى الورقة على الجدة، عايز بس ياخد البنت، لكن البنت جريت. العم لحق البنت، حضن البنت لكنها كانت بتزقه بعيد عنها، كلهم بيعاملوها على انها شخص بالغ، لكن الموضوع ده محدش بيهتم بافكارها. عمها بكى، هو عرف انه غلط. ماري اصبحت فتاة جميلة وذكية ورائعة، لازم اعمل حاجة صح. البنت ابتسمت اخيرا وحضنت عمها، المرة دي مش هيفترقوا ابدا. رجع لامه وواجه الام، لكن المرة دي الجدة ما كانتش قوية بسبب الورقة اللي قدمها العم. ده البحث العلمي اللي قدمته ام البنت، بنتها كانت بالفعل خلصته. الجدة مش فاهمة ايه السبب انه ما نشرتوش. العم جاوب عشان تضايقك، هي كانت عايزة بعد موتك ترجع تنشره. الجدة اتصدمت، ما فكرتش ابدا ان بنتها كانت بتكرهها بالشكل ده. العم اتفاوض معاها انها تروح وتنشر البحث مقابل انها تسيب البنت يربيها هو. الجده متردده لكن في النهايه اختارت البحث، والعم خد البنت ومشى. في الوقت اللي الجده كانت بتتصل بالمعهد قريت حاجه، فجاه اتصدمت، خط بنتها على صفحه فيها دموع. بكت الام القاسيه دي على بنتها. في اللحظه دي بس فهمت الضغوط اللي فرضتها على بنتها مقدار الضرر اللي اتسبب فيه لبنتها. لكن بسرعه اتصلت، جمعت الجده قواها فورا وبدات في نشر البحث العلمي. في النهايه اتغيرت حياه البنت، وبعد كده شاركت في الابحاث العلميه للبالغين، وبعد الدراسه بتلعب مع اصحابها في نفس السن. لكن ده ما كانش بيرضي قلب جدتها، وكمان كده مش هتوفي برغبه عمها. الفتاه تعيش عمرها، التعليم والترفيه مش هيتعرضوا ابدا. احترام طبيعه الطفل ببطء هتلاقيه، كل طفل هو في الواقع عبقري.